تستخدم أداة السلكت لاختيار بارت أو جروب من الجسم لإظهار المعلومات المتعلقة به أو لاستخدام أي أداة عليه. تظهر خيارات السلكت التالية على السكندري تول بار، ويمثل كل منها نمط اختيار مختلف. يتم تفعيل خيار السنجل سلكشن بالوضع الافتراضي، وهو يتيح للمستخدم اختيار بارت واحد من الجسم. يمكننا استخدام زر الجروب سلكشن لاختيار جروب، وهي مجموعة محددة مسبقة من الأجزاء التي تربط بينها علاقة. يستخدم زر ملتي سلكشن لاختيار عدة بارتس من الجسم بحرية. لاختيار بارت واحد نفعل أولا أداة السلكت، ثم نختار زر السنجل من السكندري تول بار، ونضغط أخيرا على البارت الذي نريد اختياره من الجسم. سنختار هنا مثلا السكند ريب كبارت. لاختيار جروب نفعل أولا أداة السلكت، ثم نختار زر الجروب من السكندري تول بار، ونضغط أخيرا على الجروب الذي نريد اختيارها من الجسم. سنختار هنا مثلا الرايت ريبس كجروب. لاختيار ملتيبل بارس نفعل أولا أداة السلكت، ثم نختار زر ملتيبل من السكندري تول بار، ونضغط أخيرا على البارس التي نريد اختيارها من الجسم واحدا تلو الآخر. لنرى كيفية عمل هذا سنختار الرايت هيوميرس والليفت راديوس والساكرم والثيرد لمبر فيرتبرا. يمكننا تحريك بارت أو جروب بالاستمرار بالضغط عليه بزر الفأرة الأيسر. سنحرك هنا الرايت هيوميرس والليفت سكابيولا كبارتس. ونحرك الليفت ريبس كجروب.